أثابكم الله. يقول: ما رأيك في قراءة القرآن جماعة تكراره للتعلم؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان جبريل يأتيني في شهر رمضان يدارسني القرآن؟ نعم، القراءة الجماعية لا تجوز إلا إذا كانت للتعليم فقط، المدرس يقرأ الآية ثم يقرأها الطلاب، يلقنهم إياها أو يعودهم على القراءة الصحيحة يتابعون، إذا كان هذا لأجل التعلم لا بأس، أما إذا كان لأجل التلاوة هذا بدعة، القراءة الجماعية للتلاوة بدعة، كل يقرأ لنفسه، كل يتلو القرآن لنفسه لا بصوت جماعي. وأما مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فمعناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل، لأن جبريل هو الذي نزل بالوحي ونزل بالقرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يعرض القرآن على جبريل كل رمضان مرة، وفي السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام عرض القرآن على جبريل مرتين في شهر رمضان. نعم، هذا معنى المدارسة، معناه العرض. نعم.